حبايب القلب مساكم الله بالخير. تو طلعت هذه الحديقة على النهر، قلت بطلع أصور فيها، يا دوب دخلت ما شاء الله ونزل المطر. سبحان الله، الله يرزقنا بالخير يا رب. المكان جدا جميل صراحة، استحق الزيارة من حبايبنا اللي بيجون كيف. ممشى على النهر حل مرة روعة. في كمان كافي هنا قدام للناس اللي يحبون التكية على النهر، في كافي وفي كمان مشاوي وشغل. الناس اللي يحبون المحلات الهاي كلاس يعني. حبايبي اليوم هذا المحل اللي جيت فيه، شباب بكران محتفلين، عندهم حفلة تخرج او شيء زي كذا، ضبطين الشوي ضبطين الشغل ما شاء الله تبارك الله. هذه الجلسة حقتهم، تيجي تستاجر المحل بالمنقل زي كذا، غرف على النهر على طول، تجيب العدة حقتكم يجيبون لك كل شيء، انت بس تجيب الدجاج حقك او اللحم. هذه الغرف على طول دايركت على النهر. الناس اللي تبي جو نظيف يعني، يبي يطلع يشوي وكذا بس يبي شغل نظافة، عرفتم؟ احنا دائما نوفر لكم كل الخاصيات، اللي يبي على نظافة واللي يبي يروح يعني على الغابة كذا من دون اي كماليات. او حياكم الله، بحط لكم الموقع الحين، موقع جميل صراحة. هذا الكافي اللي اقول لكم فخم وعلى النهر صراحة، شيء يعني يستاهل الناس الفخمين اللي جاي عريس يبي يطلع هو المدام، يروح محل كذا يسوي قدامها انه واحد فخم. بس ايام العرس تعرفون هذه الحركات، يسوي فخم ايام العرس وبعد العرس يشيل عليه. هذا المحل صراحة فخم جدا ما شاء الله تبارك الله. ايش رايكم؟ طبعا شيء هاي كلاس يعني، مره هاي كلاس. طبعا في جلسه على النهر جوا، شيء يحب قلبك. طبعا هذه الدعايه بلاش، انا المفروض اني اشرج هالمحلات ذي اللي سويت لها اعلانات لشهر الحين. ما شاء الله، شوف الجو، شوف هذا النهر دايري وهذا العالم، شيء مرتب. ايش رايكم؟ هذه الطاوله كذا تجلس عليها تفرج على النار دايما. هناك في عرسان، عروسهم سهله، يروح ياخذها في محل كافي زي كذا، ياخذ لفه حلوه كذا ويتصورون انهم على النهار وتكوا في مكان كويس ايزي. صراحه الموقع جبار جدا جميل. يا سلام العرسان.